بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نشوف كم التمرين ديالنا السادس في السيري دو. السؤال الثاني شو تيقول؟ تيقول دوني لا فور باتريسيال دو سو سيستيم، يعني بحث لي على لا فور باتريسيال ديال هاد السيستيم هذا اللي جبنا في السؤال الاول. الو ده هو جواب السؤال الاول. طيب بحال بكل بساطة، شو شنو عرضتو على شكل اكس ا فوا اكس ايغال بي، هكذا غادي نرجعو. بطبيعة الحال بي اللي عندنا هما زيرو و ان دو، المجاهيل اللي عندنا هما اي ان اي دو اي تروا هما، و الماتريس اللي عندنا اللي هي واحد واحد ناقص واحد اللي هما المعاملات ديال اي ان اي دو اي تروا. الى لاحظتو شوف المعاملات، هنا واحد هنا واحد هنا ناقص واحد، واحد واحد ناقص واحد ار ان ار تروا. لاحظت اي دو ما كايناش، الو بما ان اي دو ما كايناش كنعطيوها زيرو، وكذلك ار دو هادي. الو الا شديتي لا فور باتريسيال ونشرتيها غادي يعطيك السيستم دي كواسو اللي عندنا هنايا. كيفاش غادي ندير مشروعها؟ بطريقه كومسا، واحد في اي ان زائد واحد في اي دو زائد ناقص واحد في اي تروا تساوي زيرو، ار ان في اي ان زائد زيرو في اي دو زائد ار تروا في اي تروا تساوي اي ا اي ا، وكذلك 0 في اي ا ار 2 في اي 2 زائد ار 3 في اي 3 تساوي اي 2. نفس الطريقه يمكننا نمشيو من هنايا لهدا او نمشيو من سيستم ديكواسيون فور باتريسيال. هذا هو الجواب ديال السؤال. نوصل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.